إذن بعد أن سمعنا عن متعلق بالآليات مثل اليوناميد والقيود التي كانت مفروضة واعتماد اليوناميد على السياسيين التي جعلت من التحقيقات الحقيقية صعبة، ومتعلق بالحصانة كذلك ووضع الأمني، فهنالك لم يكن هنالك من بالتأكيد آمل أن يكون لدينا الوقت للحديث أكثر بالتفصيل أكثر بعد ذلك، ولكن الآن أود أن أعطي المجال المتحدث التالي أندر كومار، هو محامي أمريكي ومدير منظمة جست أتونمنت، و يركز على موضوع العراق، وتطلع قدما إلى أن نستمع إليه الخبراتي. Afternoon. Is this on? Can you hear me? Okay, great. So I have some prepared remarks. شكرا جزيلا. لدي ملاحظات قد تم إعدادها، ولدي ملاحظات أخرى أتحدث عنها عند تناول القضايا القانونية. كما تعرفون، في مارس 2003 ترأست الولايات المتحدة تحالفا من بلدان من أجل غزو واحتلال جمهورية العراق، واليوم بعد مرور 15 عاما فإن احتمالات المساءلة على هذا الغزو، وهو عمل غير قانوني واعتداء بموجب القانون الدولي، ويبدو أن هذا الاحتمال بعيدا للغاية. السؤال المطروح هو: هل يمكننا أن نسائل أولئك الذين غزوا العراق، وكيف يمكننا أن نحملهم مسؤولية الجرائم الدولية التي اقترفوها؟ وحجة اليوم بسيطة، وهي أنه إن لم نقم بأي شيء لمساءلة هذه القوى العظمى وأولئك الذين قاموا بتدمير العراق، فمما لا شك فيه أن مثل هذه الجريمة البشعة كغزو العراق والقضاء على دولة من دول الأمم المتحدة وإنهائها سيحدث مرة أخرى. واليوم هذا الأمر يجعلني أذكر محاولة فريدة حدثت في عام 2013 عندما قامت مجموعة من اللاجئين العراقيين برفع دعوى في محاكم الولايات المتحدة، تطلب من المحاكم الفيدرالية أن يحققوا في الغزو على العراق والعداء عليه. وكجزء من هذا الجهد، فإن هؤلاء المدعين العراقيين أبرزوا قرائن أمام المحكمة تبين أن الإدارة الأمريكية كرامسفيلد ورئيس الدفاع وسيد وولفرسون وكلهم لطالما نشروا دعايات وطالبوا وضغطوا من أجل غزو العراق منذ عام 1997، وهذه مواد ومنشورات قديمة، وهذه أدلة قدمت أمام المحكمة. وحتى في يناير عندما عقد أول اجتماع أمني لإدارة بوش، كان هذا لمحاولة دراسة كيفية غزو العراق. وبعد حادثة 9 نوفمبر كان هناك اجتماعات لدراسة كيفية استخدام حدث 9/11 لغزو العراق، والمطالبة طلب المدعون بتعويض العراق والمواطنين العراقيين، ولكن هذا الجهد تم إبطاله على أساس أن الرئيس بوش كان يتمتع بالحصانة ليس بموجب القانون الدولي ولكن بموجب القانون المحلي في الولايات المتحدة، وهذه الحصانة قدمها لهم الكونغرس، وهذه الحصانة كانت أقوى وأشد من أي تطبيق للقانون الدولي. وحالة صالح، هذه صالح ضد بوش، هذه هي الحالة الوحيدة والقضية الوحيدة التي رفعت أمام القضاء في الولايات المتحدة، وذلك من أجل التحقيق، ولكن المحاكم في حالات عدة رفضت قبول هذه الدعوة.
بالطبع هذا يشير إلى النهج الذي ستتبعه المحاكم الدولية عندما تواجه جرائم زعمائها. وأعتقد أن المحكمة محاكم في روسيا ستقول نفس الشيء بالنسبة لجرائم بوتين وكذلك في بلدان أخرى. وعند الحديث عن القوى العظمى فهذا هو المعتاد وهذا هو النهج المتبع حتى في حالات الجرائم البشعة كما حدث في العراق. والآن نجد العالم ينقسم إلى جزئين، الجزء الذي يحكمه ويسوده القانون الدولي، ولكن هذه القوى العظمى يمكنها أن تنتهك هذا القانون. هذه إن رؤية الأمم المتحدة هي أن يسود القانون على الجميع، ولكننا نجد أن هذه الصورة لم تتحقق. عند الحديث عن التغييرات الدولية سأتحدث عن السياق الحالي. القانون الدولي يعترف بجريمة العدوان، لكن هناك حالات أو سبل ضئيلة جدا لتحقيق العدالة. مثلا هناك المحكمة الجنائية الدولية التي لها ولاية قضائية على البلدان، ولكن الولايات المتحدة لم تقم باعتماد نظام روما الأساسي، والولايات المتحدة ليست طرفا، وبالتالي ستحارب بكافة قواها ضد أي محاولة من المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاتها. واعتماد هذه التعديلات من قبل المحكمة الجنائية الدولية كجزء من هذه العملية، فعند قيام الدول باعتماد هذه التعديلات للمحكمة الجنائية الدولية عليها أن تغير من دساتيرها، وهذه ستؤثر في جريمة العدوان وتلقي الضوء على عدد من هذا النوع من الجرائم. ومع تطور المحكمة الجنائية الدولية أعتقد أن هذه الجريمة ستكتسي أهمية أكبر وستعزز الحوار بين الدول. إذن الأمم المتحدة تسعى للتحقيق في أسباب الحرب على العراق. كوفي عنان في عام 2003 تقدم ببيان من وجهة نظره كأمين عام للأمم المتحدة، واعتبر أن الحرب على العراق هي حرب غير قانونية، ولكن هذا كان مجرد إعلان من قبل الأمم المتحدة فقط حول عدم شرعية هذا الغزو للعراق. مجلس حقوق الإنسان بدوره لم يتمكن من الربط بين هذه الأسباب الواضحة جدا بين الاعتداء على العراق وأسباب النزاع والغزو لعام 2003. فأسباب العنف واضحة جدا. ما يمكننا أن نقوم به على المستوى الدولي؟ لنتحدث عن هذا الموضوع. إنه موضوع صعب لأنه يتطلب منا أن نفكر باحتمال ضرورة الإصحاح، وللعديدين كلمة الإصحاح كلمة مكروهة ومستحيلة، والجميع يفضل الوضع الراهن. وأذكر بأن الوضع الراهن الذي وجدت الأمم المتحدة والدول الأعضاء نفسها فيه، حيث قامت بلدان بالقضاء الكامل وتدمير بلدان كاملة، هذا من المستحيل أن يستمر. إذن علينا هنا أن نتحدث عن إصلاح الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بشكل خاص، وأن نحذف الإمكانيات الموجودة لدى بعض البلدان لكي تقوم عائق أمام السلام، ولكنها تدفع إلى الحرب. ومن الأمثلة هذه هي كيف فشل مجلس الأمن في وضع نهاية أو في الحلول دون اندلاع الحرب على العراق، وكذلك الموافقة على العمل العسكري، ولم يتمكنوا من اتخاذ قرار ثاني، وقامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بغزو العراق بغض النظر عن موافقة المجلس الأمن أو عدم موافقته. إذا نحن بحاجة إلى أكثر من إصلاح مجلس الأمن. أعتقد أنه من واجبنا أن نؤيد استمرار المحكمة الجنائية الدولية،
فهذه ليست مؤسسة قد وصلت إلى الكمال. هناك الكثير من الانتقادات المشروعة التي يمكن أن تواجه إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن لا يمكننا أن نتغاضى عن أنه هذه كانت المرة الأولى في تاريخ الإنسانية أننا لدينا محكمة دولية وهي دائمة وعالمية ولها الولاية القضائية لفحص أنشطة السلطات العظمى والزعماء العالميين لجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان. وهذا في رأيي تقدم كبير، وعلينا أن نسلم بأن هذه التكنولوجيا قانونية أو لنقل فقه قانوني كبير وولاية قانونية كبيرة، وكون هذه المحكمة مقيدة هو رفض القوى العظمى بأن تقبل بالتحقيق والانضمام عليها. وهذا ما قاله جون بولتون حيثما هدد موظفي المحكمة الجنائية بما في ذلك القضاء والمدعين، وقال كيف يجرؤون على التحقيق في جرائم الولايات المتحدة. إذن وفقا لبولتون والذين يفكرون مثله، فالولايات المتحدة يبقى أن تبقى فوق القانون وتنتهي تقترف الجرائم كما يحكم يحلو لها دون أي محاسبة من القضاء والقضاة والمحاميين. وهذا في رأيي يؤدي إلى هذا الانفلات أدى إلى تدمير عدد كبير من البلدان لا سيما في الشرق الأوسط، وهذا الوضع أن استمر فهو وضع خطير جدا وسيؤدي إلى الهلاك. ماذا عن مجلس حقوق الإنسان؟ كما قال البعض كان يمكن تعيين المزيد من المكلفين بولايات أو مقررين الخاصين، ومجلس حقوق الإنسان يتم تهديده، وعلينا أن نواصل دعم جهود مجلس حقوق الإنسان على المستوى الوطني. لم يتم الحديث عن المستوى الوطني، ولكن هنا أريد أن أقول أنه علينا أن نشجع البلدان في أن تفكر فيما يسمى الولاية القضائية العالمية، وعلى البلدان أن تفتح بابها في وجه المقاضاة المدنية والعسكرية ضد أفراد اقترفوا جرائم بموجب القانون الإنساني الدولي. وهذا ما حدث ضد الرئيس الجنرال أغوستو بينوشي، وتمت ملاحقته قضائيا لجرائم التي اقترفها بصفته رئيسا لتشيلي. وكان هذا الرئيس أي بينوشي له حلفاء غربيين، ولكن الدول المستقلة التي أيدت سيادة القانون تمكنت من فتح الباب أمام التحقيق في جرائم بينوشي. في 2003 حاولت بلجيكا أن تفعل نفس الشيء وأن تفتح التحقيق أو محكمة تحقيق لجريمة أميريا شالتر، وهي قصف قامت به الولايات المتحدة لملاذ في عام 1991، وقامت بلجيكا بتغيير قانونها لتوقف التحقيق. أعرف أنه من الصعوبة بمكان أن تقاوم البلدان الصغيرة تهديدات الدول الكبرى، ولكن علينا أن نساعد الضعيف على مواجهة القوي، وعلينا الاستمرار في مناقشة جريمة العدوان. هذه الجريمة هي جريمة عظمى بموجب القانون الدولي، ولقد تم تعريفها بشكل جيد لا سيما من خلال تعديلات المحكمة الجنائية الدولية، وعلينا أن نكون صراحة وأن نعرف أن القوى العظمى لن تقاضي نفسها ولن تقبل بأن تقوم محاكمها بمقاضاة زعمائها، وهذا ما شهدناه في الولايات المتحدة وينطبق هذا على القوى الأخرى. علينا أن نشجع البلدان الأخرى في أن تفكر بشكل جاد بفكرة الولاية القضائية العالمية وإنفاذ القانون العالمي، وهذا سينطبق ليس فقط على المحاكم الدولية ولكن على المحاكم الإقليمية الأخرى.
ختاماً أود أن أتحدث عن المستوى الشخصي، وهذا هو المستوى الثالث. لقد تحدثنا عن المستوى الدولي والإقليمي والوطني، والآن أريد أن أتحدث عن المستوى الشخصي. وأنا كأمريكية أعيش في عملية التحول هذه للخطاب الأمريكي التي أتى بعد 9/11 وهجماته في عام 2001. فجلي أن الزعماء الأمريكيين استغلوا بشراسة هذا الحدث، ولكي وكما قال المؤلف جورجيو أغامبن، حيث قال أن هذه حالة استثناء هي فترة وخيمة في تاريخ أي دولة، حيث تستغل أي حالة استثنائية خارج القانون لكي تتذرع بها لشن عدوان على بلد أخرى وربط العراق بالقاعدة. وحول برنامج الأسلحة العراقية وكل ذلك، ولقد عشت كل هذا. ويمكن أن أقول أنه بعد غزو العراق ب15 عاما و17 عاما بعد 9/11، فإن الجماهير الأمريكية لا زالت ترفض أن تقتنع بأن تصرفات حكومتها قتلت الملايين وشردتهم، وأن هناك معاناة إنسانية قامت بتدمير إنجازات محكمة نيورنبرغ في الإطار الدولي، والتي أنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحظر العدوان. إذن الأمريكان لا زالوا يمجدون هذه الأمبراطورية التي أنشأوها، والمناخ اليوم في الولايات المتحدة أخطر بكثير عما كان عليه قبل 11 من سبتمبر أيلول. وبالتالي كلنا كأفراد وكمواطنين علينا أن نرفض حالة الاستثناء هذه وهذه الحروب على الشعوب المختلفة، وعلينا أن نسلح أنفسنا بالمبادئ الديمقراطية والتسوية السلمية للمنازعات وسيادة القانون والمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون الدولي. إن هذا خيارا شخصيا، فلا يمكننا أن ننصف إلى جانب القتلة أينما كانوا، وإن الوصول إلى هذا الخيار سيتطلب منا تضحية، لأن العالم بأسره واقتصادنا وعالمنا وسياساتنا كلها قد سيرت لكي يقوم البشر بذبح بعضهم البعض. هذا يعني أنه علينا أن نختار طريقنا، وعلينا أن نرفض تمويل الحرب والأسلحة، وعلينا أن نطالب بالحوار والتحضر بدلا من الهيمنة والاستغلال. علينا أن نقوم بهذه التضحية، وهذه التضحية في رأيي هي الطريقة الوحيدة لبقاء الجنس البشري. فإن بقينا على طريقنا الحالي، فأعتقد أننا سنواجه فناء للجنس البشري، لأن العالم لن يتمكن من مواجهة الكثير من الأزمات كأزمة المناخ وغيرها من التحديات الأخرى التي تحتم علينا أن نعتمد نظريات أخرى. أرى بصيصا من الأمل، وأرى أن هناك العديدون الآن الذين ينذروا أنفسهم لتعزيز الحوار السياسي والوطني لكي يرفعوا راية هذه النظريات المتحضرة، إن كانت المؤسسات والأجهزة، وهذا جهد كبير. وهذا تعني أن النظام الإمبريالي لا يمكنه البقاء على قيد الحياة، ولن يمكننا من الحيلولة دون تكرار غزوات وحروب كالتي حصلت في العراق. وعلينا أن نناضل من أجل الديمقراطية من خلال طرق ديمقراطية. والله شكرا جزيلا على العرض الرائع. تحدثت عن عدم المساءلة تجاه ولكن أعطيت بعض التوقعات والآمال.
عندما ننظر، عندما أتحدث في الثلاث متحدثون، النقطة الأساسية هي انعدام المساءلة على جريمة الحرب، وكذلك انتهاكات خصوص حقوق الإنسان، وكذلك ضعف مؤسسات الأمم المتحدة وفشل ضمان القيام بتحقيقات غير منحازة. وهناك حاجة لإصلاحات على كافة المستويات، بدءا من المساءلة إلى الولايات المتحدة وإلى التحقيقات وكذلك مجلس حقوق الإنسان. قبل أن أترك المجال وأنتقل إلى الأسئلة والأجوبة، أود أن أعطي أشكر منظمي هذه الفعالية السيدة آية، أعطي لها المجال السيدة آية إذا تود تقول بعض الكلمات. شكرا جزيلا. أود أن أشكركم جميعا على اهتمامكم المستمر وتعزيز حقوق الإنسان في العراق. Thank you all. باسم منظمة المدن المتحدة للتعاون الدولي وشركائنا المنظمين لهذه الندوة، مركز جنيف الدولي للعدالة والمنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري ومنظمة المحامون الدوليين، أن أشكر المتحدثين على ما قدموه من عرض مهم لحالة حقوق الإنسان في العراق من خلال تجربتهم الطويلة في نشاطات الأمم المتحدة وعملهم داخل العراق. كما أود أن أشكر كل السيدات والسادة الحاضرين معنا اليوم، ونحن ندعو كل المنظمات والناشطين الموجودين معنا إلى أن يولي حالة حقوق الإنسان في العراق الاهتمام اللازم في نشاطاتهم المستقبلية لما لهذه الحالة من تأثيرات سلبية على شعب بأكمله. ولكم الشكر مرة أخرى. شكرا جزيلا. شكرا مرة أخرى على كلماتك، شكرا جزيلا على كلماتك. الآن لدينا بعض الوقت للأسئلة والأجوبة. أود أن أذكركم بأن رجاء قدموا أنفسكم إذا كان لديكم سؤال، وكذلك سوف إذا كان لديكم تعليقات سوف نأخذ الأسئلة أول ونأخذ وبقية الوقت للتعليقات، ولكن سوف نأخذ الأسئلة أول. لذلك قدموا أنفسكم ورجاء نكون مختصرين ودقيقين. أود أن أذكركم جميعا لدينا مواضيع جدلي في الحقيقة وموضوع مهم، ولكن نريد علينا نلتزم بقواعد السياسة المتحدة وأن نقوم بكل ما يلزم فيما يتعلق باحترام المتبادل. أود أن أخذ السؤال الأول هنا. رجاء عرف نفسك. بالعربية. داخلين السيد طاهر وضعنا بصورة حول حالة العراق ودور الأمم المتحدة نوعا ما السلبي اللي كان موجود فيها. أعتقد السيد طاهر كان أيضا مراقبا لحالة حقوق الإنسان هناك وكان مسؤولا عن مكتب حقوق الإنسان. هو تحدث كثير عن أحوال المعتقلين والسجون وصعوبة زيارة السجون وعدم منح الإذن بذلك. أعتقد أن هناك أيضا تشابه في الحالة اليمنية. أنا يمني، أنا هاني الأسودي من اليمن. حاليا من الصعب حصر السجون الموجودة في المناطق التي سيطر عليها الحوثيين، ومن الصعب زيارتها. هناك معتقلين بالآلاف يتم الاعتقال لأسباب كثيرة، لعل من أسوأها الابتزاز والمقايضة بالمال. أعتقد أن في العراق كان ينقصنا التحدث عن التدخلات الخارجية بصورة أوضح. تدخل الإيراني، العراق كما هي معروف البوابة الشرقية للمنطقة العربية، تدخلات الإيرانية كانت سيئة وأوجدت انتهاكات كبرى في مجال حقوق الإنسان على وجه التحديد. أعتقد الدعم الإيراني في المنطقة العربية لم ينحصر في العراق، توسع وموجود الآن في منطقة البحر الأحمر في اليمن. هناك دعم شديد للقوى الحوثية، وأعتقد أنه أثر سلبا. الموضوع الآخر اللي أريد أن نقوله أيضا بالنسبة للآليات الأممية كما مارست أحيانا. Sorry, may I just interrupt you? Do you have a question? Because yes. We would like to take comments later. Okay. يعني مارست الآليات الأممية دورا سيئا في العراق. أريد أن أعرف كيف ممكن أن نحسن هذا الدور، خاصة ونحن أيضا في اليمن لدينا كان فريق الخبراء. نحن لا ننتقد الفريق، ولكن التقرير الصادر عنه كان ضعيفا في شمولية الانتهاكات، خاصة
في شمولية بعض جرائم الحرب كمجزرة التواهي في عدن أو في منطقة أو حصر أو جرائم الألغام. أعتقد كيف ممكن أن نحسن من هذه الآليات في ظل هذا الوضع المزري في المنطقة العربية وأيضا في ظل هذه الضعف الذي موجود في الأمم المتحدة. شكرا. Okay, thank you very much. We will take a second question if there is. سؤال آخر. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. I can translate. It's no problem. My name is Linda Ulstein. Je suis activiste pour une organisation humanitaire en Libye. أنا أعمل في humanitarian organization in Libya. Yes, and they gave me the chance by United Town Agency North and South Corporation to شكرا جزيلا على تفاصيل لي الوجود للمتحدث عن السجون في الهند. سؤالي هو ما يلي: أنا بكل الاحترام أثق في الأمم المتحدة، ولكن أتساءل لماذا كل هؤلاء الذين لديهم القدرة والسلطة على إيقاف هذه الجرائم المزرية لا يفعلون هذا قبل اندلاع المأساة؟ لماذا الناس دائماً يسعون الأمور بعد حدوثها، ولماذا لا يمنعون تلك الانتهاك من حيث المبدأ؟ سوف نأخذ سؤالا أخيرا وبعد ذلك نعطي المجال للمتحدثين للرد. شكرا جزيلا. I would like to thank John على دخولهم العراق في الظروف الصعبة، لأنه في ذلك الوقت لم يكن من الممكن لموظفين سامين من الأمم المتحدة أن يختاروا العراق، فاختيار العراق كان هو خيار من هؤلاء وليس فرض من أي جهة أخرى، فتحية لشجاعتهم. تحية لكل المتدخلين. ثلاثة أسئلة. السؤال الأول هو: ما هي الدروس المستخلصة من تجربة الأمم المتحدة في العراق حول دور الأمم المتحدة السلبي والإيجابي، وكيف نتجنبها اليوم في حالة ليبيا، في حالة اليمن، وغدا في حالة سوريا إذا كان هناك بعثات لحفظ السلام في هذه البلدان؟ ما يحصل في ليبيا واليمن صعب جدا، والأمم المتحدة غير قادرة على حماية المدنيين. النقطة الثانية هي موضوع العدالة الانتقالية. أتذكر أن بعثة الأمم المتحدة أو الإدارة المكلفة بحقوق الإنسان كان اسمها إدارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، rule of law and transitional justice، human rights rule of law and transitional justice. الآن نفس الشيء في ليبيا وفي اليمن ماشيين في هذا الاتجاه. فهل أن اليونامي التي شجعت هذا التوجه، ما هي النتيجة التي وصلنا إليها بعد أكثر من 15 سنة؟ 2003 الاجتياح الأمريكي الذي دمر العراق، اليوم نتحدث على العدالة الانتقالية. أين هي العدالة الانتقالية؟ خاصة أن الهدف من العدالة الانتقالية، الهدف الأسمى، هو المصالحة الوطنية. لا يظهر أن ذلك حصل. هل يمكن لموضوع العدالة الانتقالية أن يكون أولوية في حالة الفوضى والعنف والحرب الأهلية؟ أم يجب على الأمم المتحدة إعادة النظر في هذه الأولويات من ناحية العدالة الانتقالية؟ السؤال الثالث هو المجتمع المدني. 2003 لم يكن هناك مجتمع مدني في العراق نتيجة الدكتاتورية، ولكن بعد ذلك شهدنا عدد كبير ضخم من المنظمات غير الحكومية التي دعمتها الأمم المتحدة. أين هي هذه المنظمات غير الحكومية؟ وهل كان هناك نتيجة إيجابية لدعم الأمم المتحدة للمجتمع المدني الناشئ في ذلك الوقت؟ شكرا. Okay, thank you very much. إذا لدينا ثلاثة أسئلة هنا. بهذه الأسئلة يمكن تجميعها في طريقة ما، أن حالة العراق في الحقيقة هي مثال سيء للعالم كله. سابقة سيئة ولم تحل، فسوف تتفاقم في العالم كله وتتكرر في العالم كله. أود أن أعطي المجال لمتحدث هنا للإجابة على هذه النقاط. ممكن أنا أريد أولا، أنا دائما شخص انتحاري. علينا أن نميز بين
عند الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان. هنالك أمران، هنالك أمران متميزان. هنالك أولا تحديد الانتهاكات، للتعديل تحديد انتهاكات الأفراد كما ذكر طاهر، بصرف النظر عن مجموعات الأقلية أو القطاع أو أيا كان. الانتهاك عندما يتم انتهاك على أفراد على حقوق الأساسية الأفراد، فتلك الانتهاكات يجب أن تكشف وأن يعلن عنها. ثانيا طريقة معالجة تلك الانتهاكات، هنالك إجراءات خاصة، هنالك بينما أو أمور ثنائية، هنالك سبل متعددة، ولكن لا يمكنك أن تخلط بين الاثنين. الأمر المهم هنا أن الأولية يجب أن تبقى عند تحديد الانتهاكات على الأفراد، لأن الأفراد هم العامل المشترك لكل ذلك. وهنا رد على سؤال أخنا فيما يتعلق بزميله هنا وصديقي هنا، أعتقد أن وأن الدروس المستفادة إذا أحببت، الوقاية مثلا، الوقاية دائما تأتي متأخرة ودائما تقوم على تجارب الكوارث السابقة، فبالتالي ما يسمى في الولايات المتحدة أن نحن أذكياء جماعة بعد أن تحدث الأمور في الحقيقة. والجهود المنظومة الدولية كانت دائما وما زالت كانت بدائية. أنا أتحدث عن التدريب وقمت بكثير من الأمور تدريبات، ولكن عليك أن تقر بأنها ما زالت بدائية، وهذا يقع في غياب الثقافة في مطار من يحكمون والمحكومين فيما يتعلق باحترام عنصر الأول وهو الفرد. الدروس التي تعلمناها أعتقد أن الحاجة إلى الإبقاء على المدركين للواقع ولا نبني على افتراضات على أنصاف الحقائق. هذا التقرير عن عقوبة الإعدام في العراق في 2014، صدر في 2014، وإذا قرأت ذلك وسمعت طاهر، الأمر ليس جيدا، لأن الجداول واضح كم عدد الأشخاص اللي تم إعدامهم وفي أي سنة، ولكن هذا جزء من الحقيقة فيما يتعلق بحماية الحق في الحياة. ولذا كيف يمكننا أن نأخذ من الدروس اللي تعلمناها؟ والدرس اللي تعلمته هو أننا لا يمكننا أن نأخذ بدلة جاهزة ونطبقها أو حل جاهز نطبقه على كل بلد. علينا أن نعد نبدأ من البداية من عند التحديد، ولكن دائما تحديد المشاكل يأتي أولا، وهذا أمر بسيط للغاية. الحديث إلى الناس، سجل ما يقولون به. في تشيلي مثلا أصبحت مشهورة في حقوق الإنسان بسبب بينوشي، بعد سنتين كان أول الشيلي كانت كان مواطن الشيليين ذهب إلى أوروبا، ذهب إلى بلدان في أوروبا متحسسة تجاه هذا وضعهم، ووصل إلى هذا المبنى. يقولون اللجنة شخصيا ما الذي حدث، واللجنة استمعت إليهم، ممكن لديها خيار ولكن كان عليها أن تتصرف. بالتالي دائما نحن نتعلم باستمرار من التجارب التي مررنا بها، ولذا الدرس الذي قد حصلنا عليه تعلمه هنا علينا أن نطبق ما قمنا به في مكان ما على مكان آخر. كل وضع لديه خصائصه، ما نصفه اليوم هو قضية كلاسيكية، لكن لدينا قائمة من التقارير وكثير من الأوضاع، ولكن لدينا وضع سيء لحقوق الإنسان على المستوى الفردي. لا أتحدث عن ليبيا واليمن، ولكن أنا مسرور أن أقوم بذلك، ولكن بالتفصيل. ولكن فيما يتعلق بالسؤال طلب العدالة الانتقالية، هذا موضوع آخر. هنالك تيجي العدالة الانتقالية، الوصول العدالة، عندما لكن أن تضع علامة أو على وضع معقد للغاية أكثر من مجرد القول أن مشكلة وصول العدالة.
ما هي التضمينات التي نسأل أنفسنا بشأنها؟ بالتالي في العراق لدينا ما قلناه أنا وطاهر بحسب تجاربنا، لدينا هناك تدهور كان عندما كنت هنالك، كان هناك وحدة مختلفة المكونات ضد وحدة تجاه الغزو، جمعت على العراقيين بعض البعض لأنهم لم يتحملوا أن يكونوا محتلين. وبعد مضي ذلك أو الحقيقة ظهرت الحقيقة الأخرى من المجتمع، وما لم يكن هنالك وما زال هنالك ثقافة المواجهة ذلك. فبالتالي العدالة الانتقالية مرة أخرى يجب أن تكون أمرا مؤقتا، أن تكون أن أن أن, أن تراقب بصورة مستمرة، ليست المسألة فقط حل لمرة واحدة فقط وبعد ذلك انتهى الأمر، انتهى لدينا قرار مثلا. لا، المجتمع المدني عندما بدأت في العراق كان هناك مجتمع مدني، كان هناك مجتمع مدني ضد صدام، وبعد ذلك أحد، ولكن كانوا ضحايا للتعذيب أيضا، كانوا ضحايا للتمييز السياسي، تم قطع أذانهم بعض الناس الذين رفضوا المشاركة في الحرب وهكذا، ولكن هم ضحايا في النهاية، ولديهم مشاكل إخفاء بعض لديهم أسر، هناك نساء ذوي أسر لم يستطيعوا العيش بسبب أن أزواجهم وآبائهم لم تحصل على شهادة وفاة، لم يتأكد من وفاتهم، كثير من ذلك. كذلك علينا أن يكون لدينا مجتمع مدني يتم قياس مدى قربه من حقائق الواقع وحقائق الأفراد، دائما هذا هو الأساس، وبالنسبة لي هذا هو هذا الطريق المسار. لذا لدي مشكلة مع المجلس، لأن هناك فجوة بين المجلس وبين الأفراد أصبحت كبيرة، أن لدينا مشكلة حقيقية هنا. رقبت ذلك في البث المباشر، وعندما الناس يتحدثون دقيقتين المجتمع المدني يتحدث دقيقتين فقط، لا أحد يستمع إليهم، هذا أمر أسوأ من عدم وجود ذلك. لذا علينا مرة أخرى، المجتمع المدني يجب أن ينظم نفسه. أنا أصل هناك ثورة، لكن علينا نكون مع بعضنا البعض. شكرا جزيلا. هل من أسئلة؟ مايكروفون بليس. أود أن أضيف بعض الأمور هنا. أولا في تدخلي أود أن أضع الخبرات جانبا، أتحدث عن الخبرات. السنة التي أغلقنا مكتب اليوناميد في الأردن، فتحنا مكتب في إجابة على سؤالك في طهران، لكن التأثير الإيراني على الوضع بالتأكيد في المنطقة. سوف تسألني ما هو الغرض من فتح مكتب في طهران، لن أجيب على ذلك. أسأل المتحدة عن ذلك. أود أيضا بالنسبة لفرج، تدرك الوضع أفضل مني بالتأكيد، فالوضع هو بتعلق ببث المتحدة في العراق، هنالك تكليف لكن مقيد للغاية، فما يتعلق بالتمويل والسياسة، أولا فيما يتعلق بالسياسات بصورة يومية، كان علينا أن نذهب للسفارة الأمريكية لنحصل على إيجاز عن الأوضاع وتوجيهات. والتأثير التدخل والتدخل الإيراني أيضا، زرنا السفارة الإيرانية في بغداد بصورة أسبوعية، ونرفع تقرير بشأن ذلك قبل أن نذهب، نرفع تقرير إلى جنيف. إذن هذه هي الحقائق الواقع، هذا ما أقوله. دعونا نضع الدبلوماسية جانبا وتحدث عن الحقائق فيما يتعلق بسيادة القانون. فرج، هي أزمة أو مشكلة مؤسسية في الأمم المتحدة. النزاع الداخلي بين الوكالات
سياده المتعلق بسياده القانون يتم التعامل معها من قبل اليو ان دي بي، البرنامج المتحده الانمائي واليونامي ووكالات اخرى. عند ومستمر في نقاش لشهور وشهور، ولكن ما يحصل على الموازنة مثلا وما يتعلق بالبرامج التي يجب تطبيقها وتنفيذها في الواقع. وفي نهاية السنة وبنهاية السنة حكومة العراق سوف تقول لنا أنت تقوم بما يجب أن أخبرك به، وأنا أختار الوكالات التي تطبق البرنامج. فبالتالي هذا هو، هذه حقائق جعلت اليونامي وكافة كرة الأمم المتحدة مسجونة في العراق بصورة ليست ذات كفاءة إذا أخذت الأمر فيما يتعلق بالصياغة الخاص بالوضع واحتياجات الأمنية. شكرا جزيلا. للأسف وصلنا الآن إلى نهاية الوقت المخصص لنا، أعتذر عن ذلك، ولكن يسعدني أن أعلن لكم أنه بعد هذا الحدث هناك بعض المرطبات خارج القاعة. للأسف لا يمكن طرح المزيد من الأسئلة، ولكن للأسف أنا سيكون هناك إمكانية لتناول الكلمة. أرجوك أن تقفل الميكروفون لأننا سننهي هذا الحدث، ويمكنكم طرح الأسئلة على المحاضرين خارج القاعة. شكرا على حضوركم فيما بيننا، ولقد سعدنا لحضوركم. شكرا ورفعت الجلسة.